تقع برج العذراء ليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، هيبقى في مزاج حلو في الجو عندك، هتبتدي تحس بكتير من الحرية في كل اللي انت بتعمله هتقوم بيه في حياتك، هتبقى مندفع جدا، عندك حيوية موجودة هتبقى من خلالها في صعوبة في انك تكبح جماح نفسك، ما تخلطش ما بين التهور والسرعة، هتبتدي تحس بانك محتاج تختلط مع الاخرين، هتدفق نفسك اكتر وهتتناسب بشكل كويس مع كل الاشخاص اللي حواليك.